تواجد ديالنا اليوم من امام المركز الرئيس بطنجة لمهن التربية والتكوين مع الاساتذة المتدربين فوج 2022 كتنسيقية وطنية للاساتذة المفروض عليهم التعاقد جهة طنجة اصيلة، يعني هو تعبير عن رفضنا الصارخ لكل الاحكام السورية اللي كطال زملائنا بالتنسيقية، يعني احكام جائرة وصلت الى حدود السجن النافذ في حق مجموعة ديال المناضلين خيرة هذا الوطن. مربي الأجيال يقفون أمام المحاكم كيف ما شرت بتهم، يعني واهية وصلت حد السجن النافذ في حق الأستاذة نزهة مجدي، كذلك غرامات مالية وأشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي الزملاء، يعني 45 أستاذ كذلك، يعني ما زلنا نحن متابعين في حالة صراح يعني وسابقة في تاريخ يعني التنسيقية. أساتذة نتابع بتهم جنائية لا لشيء إلا انخرطنا في معركة إسقاط مخطط التعاقد وإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية. هي معركة، هو نضال عادل ومشروع كيكفلوا الدستور كتكفلوا جميع المواثيق الدولية، يعني كيف ما شرت هي سابقة، يعني نعبر يعني من خلال تواجدنا الميداني دائما وأبدا على أننا لازلنا مرابطين بساحات النضال إلى حين تحقيق هذا المطلب العادل والمشروع، ونرفض وندين يعني كل هذه الأحكام. هذه الأحكام احنا واعيين تمام الوعي على أنها جات بغية أنها تلجم الفعل ديالنا النضالي. أكيد وأكيد أنه ما زلنا مستمرين طالما ما زال نفس الوضع قائما بهذا الوطن الجريح. يعني كذلك نرفض كل يعني هاد الحوارات اللي كتتخاض في ظل المرحله، ما دمنا اننا مازالين نحاكم بتهم، وهي هاد المحاكمات هذه راه محاكمه للشغيله التعليميه ككل، محاكمه للشعب يعني ككل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.